احنا اتفقنا قبل كده مع عباس ان ما ندقش عيطة لا مع علوان ولا مع غيره لحد المحكمة ما تحكم لنا بكل طلباتنا اللي احنا عايزين. باشا وانا قلت لك تدق عيطة معاه. هما ليه الدور؟ خبريهم مال يا غريب. الولد نظر الحصان وكرت عتكرت وحديها قلبك انشغل عليه رحت تتطمن عليه. ونتطمن عليه ونعاود عقل زنخ. هو عيفكر انك رايح تتعارك معاه قام طخ عيارين من الفرفر ولا البندق على الرجالة. واحد من الرجالة ما نعرفش مين رد عليه بالرشاش بدون علمك ولا علمي شديد فطس فيه قضى وقدر. ايه فيها حاجة دي؟ لا امال انت ناوية تعمل ايه؟ انا ويوسف والرجاله قلبنا كلنا علوان وبسام لا يكون جرى لهم حاجه قده ولا قده رحنا ندعبس عليهم في الطريق اللي عيودي محمد البطايني ولقتوهم ها مقطعين قطع. باه كيف ده؟ اذا كنت انا ما شفتش الا الحصان والكرته وحديهم يما اتلهي وانت طالع لبوك عقلك زنخ. صح انا عقلي زنخ اللي اتبعت الكلام وهربت من السجن اللي كنت فيه. اقل لك انا عايش يوم ويحلها ربنا بعرفته. وحتى لو جرى لي شيء في السجن كان عيب دم في رقبة عباسي ورجالته. لكن دلوقت لو جرى لي شيء عيب دم في رقبة مين؟ علينا لا ادور على دم حدا مين ولا مين دلوقت. مهم مدام حدا أرضي وأرض جدودي يبقى خليص فداه بس هي تعيش. ما عايزاش أعيش أنا. اتفضل اقتلني يا عباس. لا مالة وهيبة لعملها بجد واجيب رقبتك. اعملها يا عباسي. والكلام الصريح مش وبصلح برضك من العناد ده. في أهم ما تقولي لي الدور بتاع الغزال إياه. قلت لك كنت أغني. ما انا عارف يا وهيبة انك كنت هتغني زي طول عمرك ما هتغني. يبا خلاص عايزة تاني. طول عمر غناك يا وهيبة ما هيخرجش برا الدور اللي احنا فيه من اوله. يعني ايه؟ يعني لو شلنا غناك من الدور لا الدور ينفع ولا الغنى ينفع التنين هيكملوا بعضيهم. يبا فيها ايه هما تقولي لحكاية الغزال دي؟ قولي انطقي راح فين الغزال؟ من هنا هيبتدي الطريق اللي هيوصل عزبة محمد البطايني. فتحوا عينيكم مريح محدش فيكم يعمل صوت حتى نفسه ما يسمعوش لما يتنفس. اول عينكم ما توقع على واحد منيهم هيتحرك يتخ رشاشة في الهواء والباقي وراه وفوتوا الباقي علي انا الواحد. يلا حد كتير في الجهاد. هيا لها حرام عليكم اني ضعفان. مسلم جاي يا ولد جاي جاي يا ولد جاي مسلم. طب شريح يا ولد مسلم السيد وجع ريمة. لا امي امي بس دعتيني. خاطر جابك ليه يا ويل؟ شدلتني يخرب مطنك. وقته ده احنا في الصيد الوجع. ايوه كلتنا شفناه وهو هيطب على الارض. طب كيف وانا شدلت امل ويل ده كبش في ظهري والخنجر وقع من يدي. بط
طبي وقدرتينا كلاتنا يا غريبة اللي كان فط منك. لا لا لا، خنجر خنجر الخنجر فين؟ الخنجر الخنجر لا تعاهدني رايح فين؟ انت عايز مني ما تصرخش كده، هتودرنا انت ومايتك في لنتك الطين داي. انت اللي جابك هنا يا وين؟ كنت جاي وراكي اتفرج على الناس المقطعين حتت اللي كنت هتقولي عليهم. واللي خلاك تكبش في ظهري يا هبل يا ولدي الاهبل، ودرت الدنيا من يدي. با لقيت الطخ من هنا وهنا نوبة واحدة، كبشت فيكي من الخوف وما قدرتش اسرق. خبر ايه همال؟ احنا هنوقف نحقق معاه هنا ولا ايه؟ فضت وقت منك ليه؟ اخفى قبل ما حد يجي. فوت ومولد مسلم مش مفض في العشية وخلاص يا سيد عبيسي ولا ايه؟ باي دي مقابلة برضك تقابلني بيها يا سيد محمد؟ طب اسمع مني صباح الخير قبل ورد. السلام لله يا عبيسي، اتفضل اشرب الشاي معانا انت وهيبة. متشكر قوي، اصل انا وهيبة اتعشينا قرب الفجر عشوة تهجيلة حبتين. اكده؟ طب تحب تتحدد في الدور اللي انت جاي له ولا اشرب الشاي في الاول؟ لا جنابك تشرب الشاي انت وضيوف وتنبسط على الاخر، اصل المصلحة اللي انا جاي عشانها بسيطة ما تستاهلش. خير ما قلنا عمالك مدام مصلحة بسيطة قول وماله. وهيبة كانت قالت لي ان ضيوفك عودوا دلوقت، قلت اسافر معاهم انا وهيبة. با والطريق جديد عليك ولا ايه؟ لا يا سيد محمد. ما شمعنا يعني عايز تسافر معاهم النبادي؟ اتونس بيهم. هي دي الصراحة اللي اتفقنا عليها يا سيد عبيسي ولا سامع مني غيرها؟ حاجة زي كده سياسة قصدك؟ قول كدب مترتب زي ما تسميها. الصريح يا بويه. الصريح ان عايز افهم مليح انا والضيوف كمان غرضك ايه من السفر معاهم؟ الصريح ان مسلم وما يفط من حداك هيروح حد اخوك ولا ليه مكان غيره. فرضناها صح دي. وانا رايح معاهم ضيف، واكرام الضيف حداهم انهم يسلموا لي مسلم تاني. وهيبة هي اللي قالت لك ان مسلم حد اخوي علوان؟ لا يا سيد محمد لا. ما قلت لها ايه يا وهيبة؟ طب كان له تحقيق ده بقى. سميه زي ما يعجبك، لكن المهم اعرف. وماله رد يا وهيبة. ارد اقول ايه؟ اللي قلته لي بالحرف الواحد. قلته لك عن ايه بالظبط؟ عن التنين الاخوات محمد وعلوان اللي جم حداك ليلة ما فط مسلم من السجن. وانا قلت لك ايه؟ جم حداي؟ اي نعم، عشان سيد علوان كان غرضه يسلم علي ويسألني عن الناس اللي ليه مصلحة معهم في البندر الكبير. قلت لك حاجة تانية. ويسألوك عن عبيسي راح فين وعيروح فين ودور المحكمة وبايه مع غريب ورجالته. لا انت هتخلص سؤالاتي مع سؤالاتهم ليه همال؟ خبريه همال عقدب انا اياك. لا ما قلت ليش انهم سألوك عن عبيسي راح فين ليلتها؟ قلت يا عبيسي. وانت قلت لهم انا رحت فين ولا لا؟ قلت لهم انك كنت نعسان حدايم المغرب وما خرجت. لا يعني انت ليلتها كنت عارفة ان مش حدا وهيبة؟ ايوه. امال تعرف انه كان فين يا وداد؟ كان في التكعيبة يا بوي. مع مين يا وداد؟ مع السيدة. استني مدعك. باح هو انا ليا فيه صالح الدور ده كمان يا ست وداد؟ امال مين اللي ليه صالح يا ستي؟ مش كنت معاه وهتخبصي على بسام وبوي وقلتي لعبيسي انهم متفقين يروحوا لمسلم تاني يوم العصريه؟ وما راحوش ليه امال؟ ولازمتها ايه كنا نروح عاد؟ صح، ما دام هربتوه ليلتها ما تقولش ليه، عشان انت جيتني امبارح الصبحيه وقلت لي انه هرب. صح فاتتني دي، لكن ما عيفتنيش ان اسافر معاهم. قلت ايه؟ قلنا تفضل روح مضع ما يعجبك، احنا هنتدلى البندر الكبير انا وبوي. ليه امال؟ مصالح نفوتها ونعاود من غير ما نقضيها ولا ايه؟ ويجرى حاجة المصالح دي لما تقضيها بعد ما نفوت حداكم؟ لا ما يجراش. اتفضل نسافر دلوقت. قلت ايه؟ قلت لا، انا مسافر وحدي للمعلم وانتم بسافروا على المهل. انت غريب ما اخد الاذن من عبيسي. با مع حق مدام ما رضيش تفتح مخك معاه. لا انا مخي صاحي قوي،
هو اللي لازم يتبع كلامي. مستعد اتبع كلامك اما افهمه مليح. وماله افهمك؟ باي تفهمه يا تفهمه بعد ما عرفت ان عباس ما عادش في يده شيء بدون موافقة المعلم. فاهم دي مليح اكتر منك، وفاهم المعلم مليح اكتر منك ومن يوسف كماني. خليص يا خالة غريمة، خليص. اتفضل يا جد غريب. انا عارف يا يوسف انك دلوك حدا المعلم حاجة كبيرة صح، لكن لما تتجري معاه في طلبات 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 ورا بعضيها عايتضايق منك وعايفكر يبعدك عنك صح؟ مش بعيد عليه يعملها صح، لكن لما تاخده وتدي معاه بالسياسة كده حاجة بسيطة في حاجة بسيطة لحد ما تورطه معاك من دون ما ياخد باله، يبقى ساعتها من هم العباس اللي في يدنا دلوقت حلاق المعلم في يدنا والرجليه فوق رقبته. كلام معقول يا جد غريب؟ يبقى صح اني ما خطيش خطوة واحدة من دون موافقة عباسي ولا لا؟ معك حق. يبقى انت تعمل حاجة واحدة وما تعملش غيرها. اتفضل. المعلم يحضر الجلسة في المحكمة ويقف في صفنا ويشهد معانا. يشهد بيهم مال؟ با باللي حاصل قدام عينا. احنا فين دلوقتي؟ اهنه على الطرح. واحنا مش راكبين الطرح والجسر لحد النخلات كماني؟ صح. ما عايزينش يقول غير كده فيها حاجة دي. طب ما العقود اللي بينكم وبين علوان اضمن. با ما احنا هو يا يوسف قدام عين الجميع قاعدين بشحمنا ولحمنا، لازمتها ايه بقى العقود دي امال؟ صح. دلوك اسافر وانا فهمان. فهمان ايه يا يوسف؟ اللي احنا فهمينه مع بعضنا يا غريمه قبل كده. ولا ياكش دور الواد مخامر اللي السهم اثر عليكي حتى في المصلحه؟ لا خلينا في المصلحه احسن، ما عادش يجي منه. يعني خليص اسافر وانا مطمن عليكي؟ سفريه اللي عتحكي عليه ده يا نعسانة. اروح مع يوسف لحد البندر الكبير وهناك بتصرف. لهمال سايبه هي ما دام ملياش عازه هنا ولا مصلحه ولا كرامه ولا حتى صوت حد يسمع مني. اباي يعني انت بقى هاجه في الدنيا كده عشان زمجانة؟ أصلح لي وأصلح لنا. لا لهم عشان سرنا بقى في عدك يا روح مايتك. وأنا مالي بيه سركم ولا سر غيركم. لا أصل الكلام سهل لما يطلع من الخشم، لكن عشان غريمة تطمن إن سرها ما يطلعش من حداها قوم تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تدفن. مدفون في قلبي ومش هيطلع. واضمن منين الا لما ادفن القلب اللي فيه سري؟ واه كان عايشه هنا رضيت ولا غصب؟ امال ايه؟ لكن انا مش لد علي العيشه هنا. يبقى بلاش عايزه تعيشي واصل. واه كانها خيه وقعت فيها انا يوم ما قبلتاجي على هنا. امال فكرك يعني ان دخول الحمام زي الخروج منه؟ يعني ايه؟ يعني ما تخرجيش من الحمام الا وانت نظيفه حتى من النفس اللي هتتنفسيه. قلت ايه؟ قلت متشندل على عيني وقاعده. وتقعدي كيف بعد اللي سمعته منك؟ امال اعمل ايه؟ تقولي لي على اللي انت ناويه عليه بالمظبوط كده عشان اما تعمليه تبقي مطمنه وارتاح انا من نزنازك كل يوم والتاني. خلاص قاعده. وانت مرتاحه؟ وانا مرتاحه. طب بقى ما دام انت هتبقي مرتاحه مش واجب برضك تطمنيني عشان ابقى انا كمان مرتاحة؟ تفضل ارتاح. لا ارتاح لا، لما يبقى وراي مصلحة مرتاح عشان لما اقضيها في الاول. وايه المصلحة اللي ليك حدائي دلوقتي؟ ما قلنا مسلم. وايه اللي عايجيب مسلم هنا والدوار مكفولة زي ما شفت بعينيك؟ يكشع تظن ان ابوي هو اللي هرب مسلم؟ لا عارف ان انت. انا ما قلت ليش يعني يا عباس؟
اقول لك دلوقتي بعد الرجاله ما يفتش الدوار. با هتتهجم على داري يا باشي؟ ممكن ده ما يحصلش يا علوان اذا بسام ولدك جابه من غير معارضه. بسام ولدي ما هو جاي معانا قدام عينيك ها، يبقى ماله ومال مسلم. عفارم عليك يا بسام، قدرت تقنع ابوك وعمك وتقنعنا انا كمان لما لقيتك واقف حدا الباب وفي يدك الفوطه ومعك بنت عمك، لكن ايه رايك واحنا هنا لما تقول لي على الصريح كده؟ با يقول لك ايه ويعيد لك ايه يا عباسي؟ ما هم لاقي التنين اللي كانوا هيحرسوا السجن متلدحين مكان مسلم بعد ما هرب، والباب مغفلق عليهم بالضبه والمفتاح، يبقى ايه الفكير؟ اقول لك على الصريح تعجبني المناقشة الكبيرة اللي اتناقشتها انت دلوق. مالها؟ ما كانش وقتها كفاية قوي عشان مسلم يفط يهرب من هنا، لو زي ما قلت كنت هربتها انا على دوارنا دي. صح، يعني حضرتك هتعترف انه فط على هنا. اوه فتش تشكل عن الجامل فوتات قدامي منك له. وانت كمان يا وهيبة. خلص سفرتني طول اليوم عشان الكلمتين دولك؟ لا يا ست وهيبة، قولي كلام غير ضمال. عباسي جايبك معاه عشان يبقى ضيف معاه حريم، واجب علينا نكرمه ونتحمله. عفارم عليك يا بسام، عرفت انا كنت هطول معاه في المناقشة ليه؟ واه يا بوي، ياكش مفكر صح ان انا اللي هربت مسلم. واه يا ويد، خبر ايه اموال؟ تكونش مفكر ان عمك محمد وافق على الحكاية دي من غير شوري وعلمي ولا ايه؟ واه، انما عمي قال لك ان مضراش بالدور مش كده؟ صح طبعا، كان لازم ان يقول لك كده، امال يخليك تتحمس للدور كيف الا لما يقنعك انه مسؤوليتك انت وحديك. يعني حضرتك عارف يا ابوي. قوم قوم طلع الواد مسلم من صحارة الكنبة، اصلح زمانه فطس. مسلم ما جاش هنا يا ابوي. بو ملا يكون راح فين؟ اتصرف بدماغه المحجر دي وفط في مكان تاني؟ لا تاني ولا تالت، ولا تدعبس عليه واصل. كيف ده؟ ما تبقى فينها كرامته وهيبتنا ما انت ايه يا سيد عباسي؟ حد يقدر يقول على كرامتك شيء؟ اتفضل اتفضل اقعد واحنا ندبرها مع بعضينا. ندبرها؟ ده دور معيشه تكبير واصل، الليله تولع حريقه تاخد الكل كليله. لا لا يا سيد ناسك، لا مش كده مالي، مش كده مصلحتنا احنا التنين هتتوتر في عمله زي اللي عقول عليها دي. انا عقلك ندبرها كيف؟ قول وخلصنا، خلينا افوت لحالي. هيقول لك ايه وانت طلبت منه قبل كده ان احنا ما ندقش عيطه مع الوان؟ ايوه حصل. يبقى هتولها حريقه كيف دلوقتي؟ ايه هتمشينا على مزاجك؟ ايه خبر ايه يا غريمه؟ انت هتدق عيطه مع سيد عباسي ولا ايه؟ اعمل ليه؟ عمال اقول له من الصبح فوت الويد اتصرف معاه بعدين، يقول لي لا حبتي ابصريه وخبتي ما ادري كيف. بقى طفوت هلا على دارك وخذي وهيبة معاك يخرب مطنك. باه لا باه ولا ما ايه؟ عايزانا نخسر سيد عباسي وهو الخير والبركة كلاتها حدانا ولا ايه؟ فوتي. طل لي مليح يا سيد ناسك، طول ما احنا حدانا ده ليها حل
مهما كانت صعبة يا بو. صعيبة ولا حاجة يا سيد بسام، خملونا اروح لحالي اعمله معروف. خبر ايه يا مسلم؟ انت تبدلت كأنك ولا تبدلت؟ ليه امال يا سيد الوان؟ ده انا حتى عاجل قوي يا ابوي. ولما انت عاجل قوي عايز تروح فين دلوقت؟ عاود السجن تاني حدا سيد محمد. هتقول ايه؟ تعاود السجن تاني بعد اللي عملناه ده كلاته انا ولدي؟ شكر يا سيد الوان ليك والسيد بسام والسيد محمد كمان. بوه ايه الكلام الفاضي اللي هتقوله ده يا ول؟ طب بس ارجوك من غير شخيط فيا، ده لما نقص مواجع يا سيد الوان. طب قول يا مسلم ايه اللي هتفكر فيه؟ هتشفق علي يا سيد الوان. اشفق عليك ليه امال؟ اش حال ما كنتش مربيك يا ويد وانت كد النملة لحد ما بقيت راجل اها وعتكاسر عيلة بحالها؟ انا عتفاخر بيك يا مسلم مش عشفق عليك. كتر خيرك يا سيد الوان. انما انما ايه؟ لساك عتمول مواويلك اياك. تعرف يا سيد الوان بقدرش اعيش من غير ما اقول الموال. طيب احكي يا مسلم. لا لا يا سيد الوان، لربا تزعل مني زي زمان. لا يا مسلم قول كل اللي يعجبك مش كد اللي جواي. قول قول. رقيق القلب ومسالم وتدي الحب وتسالم عشان ظنك مليح سالم في عهد الناس ما بتسالم، لكن عشان تعيش سالم لازم سلاحك يكون سالم بيه تسلم وتتسالم، ده غدر الناس عمره ما يسالم. بلاش انت وشفناني سلاحي موال على لساني، ظلام السجن خباني والجاني هو سجاني، ولكن لم قدر ابدا يخلي حد ينساني ولا يحبس حريتي في قلبي قليل العقل سجاني. عايز نسلم بابداني واحبس فيها اشجاني، ويبقى سجن الجديد خوفي اقول الحق من تاني، وانا حريتي في قلبي في موالي على لساني يهون السجن من تاني واهون منا سجاني. ياه ده كلام كبير قوي اللي انا سمعته ده يا ابوي. اه رايك بقى يا سيد ناسا؟ راي انه ما قبلنا الصالح بيه مسلم ده، انما يعني انما ايه التاني؟ قل لي على اللي شاغل بالك وانا ادلك. يعني لما نهمل اهلي حاله زي ما قنعتني دلوك مش برضك عيدور يرطب لسانه وبرضك عيبه شاعر بطل في عين البطاينه؟ ما هو كده ولا كده خليص صار في عين البطاينه بطل. يعني ايه؟ يعني سوا في السجن ولا مطارد ولا قتيل ولا فايت اهلي حاله بقى شي كبير كبير قوي حدا ناسا. حبايا يا غريب انت عتمخول لي فكرة تاني ليه؟ لا من حقول لك اهو، اما يبقى بطل واحنا نغمض عين عنه ونهمله ونهمل مواويله، مسيره يوم الناس عتهمله وتهمل مواويله، اما ما تلقاش فايدة منه ولا عايدة. صح، لكن عالطخة البطاينة يقيموا محزنة على شهيد الحق، تسجنة يبقوا ضحية المبادئ، تطاردة يبقوا عالطرد فارس الفوارس. خلاص خلاص يا غريب، انا على العموم ما فيش طار بيني وبينه، انما يعني انا عملت كده عشان خاطرك وخاطر غريمة. لا لا لا
أنا ما مهماش ولا غريمة ولا حد واصل، مهم حداي أبدا غيرك أنت بس يا سيد ناسك، وطارك اللي حدا غريمك أنت. غريمة أنا؟ أما ليه؟ بس هم وأبوه هم غريمك الحقيقي. صح، هم اللي هربوه. لا هربوه بس ليه؟ والويد المحامي ولد علوان ده مش عيل دع بلسانه زي اللي احناشا، محامي بقى وولد البطاينه وحيد بوه وعمه كماني، وعيقدر يقلب الكل كليله على مصالح سيد عباسي. صح، هو ويد اصفر كده وعامل مكاتب حق. يبقى اذا كنت عايز تاخد بطارك منه صح، ايه تمسحه بالاستيكه في المحكمه. محكمة؟ ايوه، قضيتنا اللي بيننا وبين علوان. ايه قضيتكم؟ ايوه، احنا مش قدام عينيك دلوك راكبين الارض من الطرح لحد النخل. ايوه بصك، هي دي الكلمة اللي عقولها في المحكمة، وانت جنابك يا سيد ناسه مقامك يتعمل له حساب ومليون مليون حساب كمان. صح، هي دي اللي هتكسر انفع وانف ابوه. صح، انما يعني ماشي يا سيد ناسك، عارف غرضك تقولها. واه، فوت لي بسام وعلوان والبطاينه كلاتهم، انا خدامك يا بوي وكفيل اخليهم ما يلحقوش حتى يلتفتوا كده ولا كده. أقدر أعرف كيف ده يحصل يا غريب؟ ما أنا جايلك في الكلام أهو يا سيد علوان. لساك عجيني في الكلام؟ صدقني وفضى ظهرك دقني، أنا عطول معك في الكلام عشان متوحشك قوي قوي قوي. مصدقك؟ لا لا لا، جنابك الظهر. ما بلاها جنابي دي، أصلا أنا عطق من جنابي لما حد يقولها لي. يا باي يا باي يا باي، يظهر حضرتك عايز المفيد. أصلح المفيد يا سيد علوان، أما نحب نسلم الأرض هنسلمها لمين؟ لأصحابي. يعني مش لحد من رجالتك؟ أيوه، جمعنا المحصول وقلنا نسلم الأرض اللي صارت خالية على ما نجمع باقي الزراعة من الأرض الباقية. مليح مليح. سألنا عن جنابك وعن جناب المتر ولدك، قالوا في البندر الكبير لبصريه سافروا حدا جناب محمد البطاين في زيارة كانك وليه. قلت لحقل بالي يا ويد، يبقى ده رد الجميل برضك، أهم للأرض اللي جمعنا منها المحصول تشرق قديه من غير ما نخضرها بأي زراعة لحد ما يعاودوا نهايته. زرعنا وبعد زرعه يعني ما واخدش البالي، يعني كلها شهر ولا شهرين ونجمع ده ما حده، وما تكون الإجارة من أصلها فات عليها كام شهرين ودلوك كمان عليهم شهرين تبقى قفلت الإجارة جرتين. واه يا سيد علوان، واه، يبقى كرمك غالب علينا المدة اللي فاتت دي كلها، وعدقك على الهبابة الباقية. والمفيد على راسي من فوق حاضر يا سيد علوان. متى؟ أول ما تطلع الزرع واجمعها أسلمك الأرض كلاتها. بسك المهل. حاضر يا غريب، المهل بسك بمعزة المتر الغالي حدانا قوي قوي قوي، ما تهمنا لا انت ولا جناب المتر لحد ما نجمع المحصول كلاته. واه، هقعد احرصها لك. العفو العفو يا سيد العفو، احنا خدامينك وحراسك وناسك واهلك ورجالتك كمان. قول انك مسامح بالاذن روح لحالي. وتهمل اللي يطق يطق ما دام انت رايحه لحالك. ما قلناش كده؟ ما قلتيش صح، انما هتعملي عمايل اكتر من كده. با
يعني هم للقهوة والمصالح اللي حدايا هناك. الله خبرهم ما هو، انا كل ما اكلم ويد ولا بنتها منيكم عتقولي مصالح اللي هناك؟ امال هنا مصلحة مين؟ مصلحة اللي قاعد فيه. اطمني مسيرك عتحتاجيه وتقعدي فيه. اما اللي ما عيبصش لبعيد جبعمة. لا امال حرب عقوم عواهيب اياه. قصري قصر واتبع اللي عقوله بالحرف الواحد. تبعت. تبعت ايه؟ اللي عقول عليه. تعرفي لي من بسام اخبار مسلم بالدقي. واه ده انا ولا كان اخت بسام شقيقته اللي عيديها سره. اللي حدا مكر النساء تقدر تاخد حتى الحناشة حبيبة. وما يسألني ليه أبا جاوبه بإيه؟ باللي تقدري عليه. مش ده يا غريب، مش ده ولا أبوه ولا حد من البطاينة واصل. اللي زيك ما يغربوش غلاب يا وهيبة. بسام سكته الصراحة والأمانة والشرف زيها زي بقية البطاينة كلاتهم يا خلا غريمة. يبقى حلها عادي. حلها حداكي. المهم تعوديني بالمطلوب. فوتي قدامي. افوت اروح فين دلوقتي يا ويد؟ ما تنحش كده، تبع اللي اقول لك عليه وشغل عقلك. اشغل عقلي يعني انا؟ خايف على عقلك تشغله يفك من راسك. بالحق يا شد غريب، ضرس العقل هيوجعني قوي 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 قوي. اه شي غريب يا ويد. ايه يا شد؟ ضرس العقل لسه طالع صح، انما مسوس. منين درس العقل يبقى لسه طالع ومسوس؟ يمكن عشان عقله زنخ طلع له درس العقل مسوس. ضحك عليك خدك وده بنصح. واللي عايز يخلي الرجال يجمع المحصول بالارض دلوقت يبقى ايه؟ بقى زرع وطابت خليص نهملها في الارض ليه؟ عشان ياخدوها مننا رجالة علوان. لا رجالة علوان ما عيختوش أرض مش ليهم. فوت أنت والرجالة بس. فوت إن شاء الله تتحرك في الأرض. وده يبقى اسمه عقل برضك؟ أفوتها تتحرك؟ إيوه عقلنا عيقلك ده. وإنت ما لازمش تنفى، إنت تنفذ وخليها. وهيبة اللي جابك انت كمان هنا؟ جاي اسمع الشخيط. حدخلت الشخيط وهنك كمان؟ باه وخلتك عتشخط معك لأمال. عايزين اعرف لها مسلم راح فين ومن مين؟ من بسام. اكده معلش استحملي خلتك غريب، اصلا خرفانة حبيتين عشان ود خالتك اللي مات. يعني ما تتبعش كلامها؟ لا. هتقول لا يا جد؟ ايوه. كيف ده؟ اكده واكتر من اكده تروح دلوك على بسام وتنبهيه. باه وتقولي له ان خالتك غريمة ناوية على الشر المسلم، وتقولي له كمان ان عباس سي ماله مش اي رجال احنا كمان ما نعرفهم شي عشان يدعبسوا على مسلم. باه ايه خبرهم؟ مش مصدق ان جدك غريب يقول لك قول الكلام ده؟ اصلح كلام ما يخشش عقل وهيبك ده بالسهل يا جد غريب. لا صدقيني يا بنت لتي، هني خلاص طهت اتضايقت من المقاتلة والمهابرة هنا. انت يا جد غريب؟ ايوه يا بنتي ايوه، حتى انا لسات جاي من حدا سيد علوان وصلحته وهو كمان سمح لي. معقوله يا جد؟ لا زي ما اقول لك كده. يكونش ده ملعوب منك علي انا يا جد غريب عشان تعرف انا نيتي ايه؟ لا مدام لا طب انت نيتك ايه امال؟ نية اللي سمعتها طب خاين وحل دبحك زراعة وعايز تهملها في الارض تتحرق، والويد اللي حيفز الخلق كلاتها علينا وعايز تحذره عشان يفط يهرب ولا يندس ما نعرفلوش طريق.
عارف يا ويد انا دلوقت صح ناوي علي ناوي اسافر من هنا حالا. ليه امال؟ خايفة من غريمة؟ لا انا اللي يهمني مصالحي اللي تعطلت في القهوة ادلها يومين اهو. ما قلت ليش يا ست وهيبة؟ نعم. كنت جاحد انا هنا ليه وراجع؟ ما واخداش البال من غير مؤاخذة في السؤال. كنت جاي مع عباسي في ايه؟ عباسي كان جاي يدعبس على مسلم. وحضرتك؟ قال لا جمعاه عشان عازف وفاة مخيمر ودخالتي اللي مات. قلتها يا ست وهيبة؟ مخيمر مات؟ ايوه. ما قال ليش يعني غريب؟ اما جاه زارني هنا. ما حداياش تفسير ليها المسألة دي. ليه امال يا ست وهيبة؟ تفسير ان طار الواد طالبينه من مسلم او من ناني. ايه؟ هتقول ايه؟ هتقول ايه؟ امال هتفكر انهم ما يداروا عنينا موضوع زي ده يبقى معناته ايه غير كده؟ لا يا سيد بسام لا، ما تقولش كده امال. انت وعشان ايه؟ عشان واد صغير لا راح ولا جه. الطراع ما ست وهيبة ومسلم ما كانش السبب. ما ليه الدور؟ طالبين اهليه مسلم. هو يعني انا اللي كنت موجود في العزبة كلاتها اما قالوا ان الواد اتضرب بالنبوت لحد ما اتكسر. مات الكلام ده زمن اهو يا ست وهيبة، والواد كان مع ابوه، ويوميها مسلم عاود عندي هنا متخرشم صح. وحضرتك ما حققتش وقتها ليه في الدور ده امال؟ عشان الكلام اللي يدخل العقل مليح ان شديد هو اللي عبط الواد مسلم في النخلة، مسلم ابو دراع مشلولة، والواد مخيمر هو اللي عطاه قتل مكن بالشومة اللي كانت مع مسلم وفتوه متلقح حد النخل وفاطه. واه يبقى ما فيش غيره شديد. مش كده الكلام صح؟ ضرب ولده هو عيطبش زي الطور، والواد ما تحملهاش قتلة بوه دي. مش برضك التفسير المظبوط يبقى كده؟ واحنا في التفسير المظبوط دلوك ولا في الطار اللي مبيته غريمة وعباسي وغريب وشديد؟ يعني انت رأيك ايه دلوك يا ست وهيبة؟ رأيي ان فوت تعاود دلوك على القهوة، وعباسي حتما حيعاود على هناك، وارسي معاه على الدور اللي لازما يتعمل بالحق. دور ايه يا ست وهيبة؟ دور الغرايبة، يوقفهم عند حدهم ويعرفهم انهم مفتريين صح، وعيتبلوا على مسلم اللي ما شفتوش ده وعلى سيد بسام. بسام تلقاه دلوك هو وابوه ومسلم بلا طعم. بسك انت مش معايا يا ابوي ان البت وهيبة توخرت قوي حد علوان. بقى خبرهم مال يا غريمة، اوعك يكون عشان الواد شديد مقرب راسه من راسك ما قدرش تفهم. بوي صح بينها معد يا غباوته دي يا ابوي، بس فعلا انا ما فهماش قصدك ايه. قصد انها مش هتعود دلوك، وبربا يصفروها هم من برا لبرا. قال يعني واحنا نفوت هتسافر كيف من غير الولد اللي موصى عليهم عبيس يسافروا معاها؟ ما تخفيش على ابوك يا غريمة، انا لذاتهم وانا معاود دلوك يستنظروها على الطريق برا برا العزبة كلاتها. طيب صح يا بوي، وانا ما كنتش فهمان ولا اقطع راسي دي كنت فهمان شي واصل من اللي هتقولوه ده كلاته يا بوي. هتتكلم جد يا شديد؟ وجد الجد يبقى هتقول له يا بوي عشان ينفذ اللي قال عليه. لا لا، هو انا تبدلت اياك ولا تبدلت اياه؟ خليه يقطع راسه بيده يبقى مصلح. ليه هما؟ عشان انت اللي قالوا عليه واحد اول ما فهم مات. صدقني اصلح لك تموت كده وانت مش فهمان. يعني ايه يا ويد؟ ما يعنيش يا سيد هلوان، المسعى لو ما فيها ان معيسة يكون حمل تقيل عليك ولا على سيد بسام ولا على اي احد من الرجاله كمان. حمل تقيل في ايه يا مسلم بس؟ وانت مش واحد منينا ولا ايه؟ لكن اذا كان وجودي هنا هيسبب لكم مشاكل ابعد انا وتنفض المشاكل. وما تبعد انت فكرك المشاكل خلاص عتبطل. لا وما هو لا يا مسلم، امال هتبعد ليه؟ عشان انت وسيد علوان تنتبهوا للمشكله الكبيره اللي وراكم. مشكله ايه يا مسلم؟ تاني يا سيد علوان
ما اللي انا قلته قبل كده قلت عليه موال جديد. موال ايه وهبابيه؟ هو انت ما هتقبلش الا اللي في مخك وباس. واقطع دراعي التانية البقيالي دي، المكان ده ملعوب جديد من غريمة وغريب. اوه، فكرك وراه ايه الملعوب ده؟ ما عارفش هيكون وراه ايه، لكن خايف على الارض. وما انت ما عارفش هتنجر ليه؟ اها، غلطانش انا لما قلت ان سيد علوان هيتضايق؟ شوف اسمع يا مسلم، ما حدناش وقت للدلع الماسق ده دلوقتي. الله يا سيد بسام. افهم، الغرايبة طالبين الطار مني ومنك. منك ومنك انت ليه مال؟ عشان مخيمر مال. عارفها دي، الرجالة قالوا لي عليها. وما انت عارفها دي والرجالة قالوا لك عليها، تبى ما عارفش انهم طالبين طارهم منك. عارفها دي برضك يا سيد علوان. خالص، يبقى عقلك في راسك تعرف خلاصك، لكن انا خايف على ولدي بسام. ده انا فديه بروحي. عارفها دي يا مسلم. عشان كده؟ عشان كده تتبع الكلام او تاخد الفرفر وتروح مع بسام. روح فين؟ مضى ما يروح بسام تروح معاه. وانا ليه مال؟ خبر ايه معاك يا واد انت؟ هو انت ايه؟ وبسام ايه؟ ما انتوا التناني ولادي، انت بسام وبسام انت، اخاف عليك زي ما اخاف عليك، ولا هم لك انت واخاف عليه في وقت الشد؟ لا لا لا، ما تركعش ابدا يا مسلم، طول ما ابوك علوان واخوك بسام. Thank you.